المهندسين الثوريين. اسامه انسحب من المناظره وما قدرليش اعتذار رسمي. الاعتذار ما توجهش رسمي ولا للاتحاد ولا لامين اللجنه، هو انا تمام. فبالتالي انا ما قدمتش اعتذار رسمي لحكيم، فبالتالي المناظره هتقام في ميعادها وحكيم هيقول النقط اللي عنده واللي كان من المقرر ان هو يقولها في المناظره، ومفيش طرف تاني قدامه. وعليه كان مقرر اقامه مناظره بيني انا ممثل عن الاشتراكيين الثوريين وبين المدعو اسامه ابو زهره ممثل عن الجماعه المنحله باراده الشعب. قبل انعقاد المناظرة بشهر، يعني هو قبل شهر عارف ان في مناظرة من واحد اسمه حكيم ممثل عن الاشتراكيين الثوريين ومعاد المظاهرة يوم 29. الافندي كتب الاتي بيقول قررت عدم المشاركة في المناظرة لعدة اسباب. اولا اعتراضي التام على الشخص المناظر معاه انا الذي يمثل والكيان الذي يمثله هو اللي اول امبارح بيقول ان هو معترض عليا انا والكيان، مع انه عارف ان انا والكيان هيتم المناظره معايا النهارده. ليه بقى؟ ليه اسامه ابو زهره معترض؟ لمشاركه هذا الشخص اللي هو انا بشكل فعل ومباشر في حرب وتخريب مقرات الاخوان المسلمين جنبا الى جنب البلطجيه. اذا كانت مقرات الاخوان المسلمين تم حرقها وتخريبها فالشعب هو اللي حرقها وخربها لان هم خونه، واذا كنت انا بلطجي لاني وقفت جنب الشعب فده شرف، شرف ليا ان انا اقف جنب الجنب اعدام كل قيادات جماعه الاخوان المسلمين. بيقول انه الاشتراكيين الثوريين كيان من اجباتي ميكافيلي. واضح انه السيد اسامه ابو زهره عنده ازمه اصطلاحيه، ما يعرفش يعني ايه ميكافيلي ولا يعني ايه من اجباتي. ميكافيلي يا زملاء يعني جمله مهمه بتقول الغايه تبرر الوسيله، واذا كان هناك كيان في البلد ديت بيتبع جمله الغايه تبرر الوسيله هم الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين يوم 1 فبراير 2011 قعدوا مع عمر سليمان واحد من رجاله حسني مبارك الغايه تبرر الوسيله. الاخوان المسلمين قالوا هنشارك في انتخابات البرلمان مشاركة لا مغالبة، وشاركوا وغلب الغاية تبرر الوسيلة. الإخوان المسلمين قالوا مش هنشارك في انتخابات الرئاسة وشاركوا الغاية تبرر الوسيلة. الإخوان المسلمين بعتوا مرسال لشيمون بيريز الصهيوني بيقولوا له فيه يا صديق الوفد الغاية تبرر الوسيلة. برجماتي بقى بنجماتي يعني نفعل يعني بيشوف مصلحته فين ويروح لها. الاخوان المسلمين اتصالحوا مع رجال اعمال مبارك. الاخوان المسلمين طارق احد كوادر الاخوان المسلمين كان مأنجل ضابط الامن المركزي وهم بيضربوا الشعب. الاخوان المسلمين قالوا على الشباب اللي بتتظاهر قدام الاتحاديه بلطجيه علشان يمشوا. هم دول الاخوان المسلمين. اسامه ابو زهره ختم المقال التافه بتاعه ببيت شعر من ابيات شعر احمد فؤاد نجم بيقول فيه اللي خانوا العهد بيني
واستباح كل حاجة مستحيل هيكونوا غدرة حاجة هم سامة أبو صهرة عضو الجماعة المنحلة بيقول كلام أحمد فؤاد اللي في يوم من الأيام قالوا عنه شيوعي حشاش الإخوان والسلفيين قالوا على نت شيوعي وحشاش الميكافيلية يا سادة البريكماتية يا سادة أسامة أبو صهرة اعتذر عن حضور الندوة المناظرة لسبب أول امبارح كلمني مهاب عصام مدير المناظرة وأكد علي المعاد وأنا أكدت على إقامة المناظرة في ساحة الكلية أكدت على تضمين بند حكم مرسي كبند من بنود المناظرة أسامة أبو زهرة لما عرف إني مصر على تضمين بند مرسي وحكمه من بنود المناظرة هرب لأنه جبان لأنه خايف نفتحه هو خايف من الفضيحة لو عن مرسي بقى تعالوا كده ناخد لنا دقيقتين نقول فيهم بسرعة مين محمد مرسي صالح مع طنطاوي وعنان اللي قتلوا عيالنا في مجلس الوزراء وفي محمد محمود وفي باسبيرو وفي بورسعيد محمد مرسي مد فترة حكومة الجنزوري اللي قعد طول عمره تحت رجل مبارك محمد مرسي كان جوه الاتحادية والحسين يا ابو ديف وكريستي والجندي بيموتوا بره محمد مرسي كان جوه قصره وشيكا بيتصفى دمه في محمد محمود المقطم ترسانة الأسلحة اللي محمد مرسي ومحمد بديع ادى الإشارة لكلابه علشان يصفوا الناس قدام المقر قطر البطراشين قطر جنود الغلابة الجنود الغلابة اللي كانوا رايحين تجنده باتوا في القطر ومحمد مرسي ولا همه قطر أسيوط الأطفال الغلابة اللي ماتوا بسبب القطر محمد مرسي ولا حياة اللي ماتوا نادي عمال مصنع بورتلاند عمال اسمنت بورتلاند اللي اضربه عن العمل علشان حقوقه داخلية محمد مرسي دخلت على العمال وسيبت عليهم الكلاب البوليسية صديقي الوفي بيريز والله يا سادة احنا طول عمرنا تربينا ان كان الصهيوني ده عدو ولا مش عدو؟ عدو لما محمد مرسي والاخوان المسلمين بتوع القدس رايحين شهداء بالملايين يقولوا صديق الوفي يبقى دول ايه؟ خونة دول خونة الكويس اتفاقية الكويس ودي اتفاقية اقتصادية بيننا وبين الكيان الصهيوني تم توسيعها في عهد محمد مرسي حبس الصحفيين في مركز اسمه مركز النديم ده مركز حقوقي الارقام ديت كانت في عصر محمد مرسي 217 شهيد 359 حالة تعذيب 143 قتيل تحت التعذيب 3462 معتقل في عصر محمد مرسي يا سادة الأطفال هم 10 سنين و9 سنين كانوا بيتقبض عليهم وبيتسجنوا في أماكن غير آدمية محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي اللي الإخوان زعلانين منهم هم اللي معرفين عليهم محمد إبراهيم كان وزير في حكومة أندين وعبد الفتاح السيسي كان وزير في حكومة أندين أنا مش حاسس أكتر من كده لكن يكفيني قولا وفعلا إنه ممثل الجماعة خاف وجبن إن هو إيه ينظرني ده جوابه اللي فيش دمه مبدئيا ولا على أتم استعداد
ان انا ناصر اي حد، مع انه جماعه الاخوان تم كسحها والدوس عليها من الشعب. الشعب داس على الاخوان والاخوان انتهوا، الاخوان انتهوا والفلول انتهوا. واذا كان العسكر ناوي ان هو يستبد سينتهي حتما بانتفاضه جماهيريه. شكرا.